سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وبصحة جيدة. نرحب بكم في قناتكم اللي نتمنى لكم دائما الجديد والمفيد. قبل ما نبداو لا فيديو حبيباتي، نتمنى تبارطاجيو القناة وتكثروا لي جانب القناة تاعكم، هذه تبان دائما في صفحة البحث. واللي دخلت اول مرة القناة نتمنى دير اشتراك وتفعل الجرس باه يدخلها جديد القناة كل ما يكون هناك جديد. موديل اليوم موديل رائع وجميل للفتيات بطريقة سهلة وبسيطة بالشنشونات في اليدين. انا درته في لافي براند، ثم تقدروا تديروه في القماش تاع الجين. تفضلوا معايا نشوفوا المراحل. نطوي اخواتي القماش بالطول الحافة على الحافة بالشكل هذا. الحافة الحافة هي اللي حنديرها الامام، وهذا هو الخلف، المغلوق هو الخلف. نقيس اول حاجة طول الخصر. طول الخصر للفتاة هذه 40 سنتيمتر، احنا نزيدو 3 سنتيمتر، نديرو دايما حساب الخياطة وحق القص بالشكل هذا. نعينو 43 سنتيمتر على مستوى القطعة. هنا القماشة على 4 كما قلت لكم، نعينو دوكا 43 43 بهذا الشكل، ونقصو القطعة اللي راح نخدمو فيها الجزء العلوي. نزيدو نعدلو هنا من الفوق باش كي نحطو المقاسات نحطوهم على خط نظيف. اول قيس نحطوه هو قيس هذا الفوقاني، هو الخلف والتحت هو الامام. دا نكرر لكم، نجيبو دوكا المقاسات ابتداء من الجهة هذيك اللي عندي، نحطو 42 على 2 ونمورو هنا. قيس الكتف اللي ما نزيدولوش حق الخياطة. خط التركيز 22 سنتيمتر، خط يعامد خط الصدر ويكون معاه زاوية قائمة اللي حنرسمو فيها حردة الإبط بهذا الشكل. نحطو القيس تاع الصدر اللي هو 96، نقسموها على 4 زايد 3 سنتيمتر أو 2 سنتيمتر حق الخياطة. أنا زدت هنا 3 سنتيمتر، كل واحد واش يحب يزيد حق الخياطة. باه نرسمو حردة الإبط ندخلو هنا في الزاوية بثلاثة سنتيمتر. خط التركيز نقسمو إلى 2 وندخلو لداخل بواحد ونص. ميل الكتف نهبطو بواحد ونص. فتحة الرقبة ربع صباع اللي هي 8 سنتيمتر في الحالة هذه، نرسمو ميل الكتف بهذا الشكل. نعاودو دوكا على النقاط هذو باش نرسمو حردة الإبط بكل براعة بالشكل هذا. ثاني مرحلة نجيو هنا للخصر، نحطو القيس تاع دائرة الخصر اللي هو 83 زايد في الحالة هذه حنديرو لي بانس 5 سنتيمتر. 83 على 4 زايد 5 سنتيمتر تاع لي بانس وحق الخياطة. نوصلو ما بين النقطة هذه للصدر بهذا الشكل، نطلعو هنا ب 2 سنتيمتر تاع ميل الخصر. نقسمو خط الخصر على 2 ونرسمو التقويسة بكل سهولة. درك نقصو هذا مكان بطريقة هذه، نكونو كملنا تفصيل الجزء العلوي. نحينا ميل الخصر، درك نحيو ميل الكتف. نجيو هنا باه نفصلو فتحة الرقبة. أفقيا عندنا 8 سنتيمتر والعمق 5 سنتيمتر، ونوصلو الربع هكا مع بعضاه ونقصوه. باه نفصلو فتحة الرقبة من الأمام بالشكل هذا. عندنا 8 دائما هكا نعينوها، لان نديرو دائما حساب هذيك الكول تاع الكيمينو. نعينو فتحه الرقبه من الامام 8 على 12 سنتيمتر عمق بالشكل هذا. نرسمو فتحه الرقبه على شكل حرف في هذا الشكل. نقصو دركا امام، نحيو لي زيبانغل هذو اللي حكمناهم باش تساعدونا في الطي. دوكا نعينو طول البانسة منين تبدا، نقيسو 30 سنتيمتر ابتداء من فتحة الرقبة. نقيس الخصر نقسموه على 8، نلقاو العرض تاع البانسة بهذا الشكل. نعينوه هنا، دوكا عرفنا البانسة تاعنا. نعاودو نهزو القيس هكا ونعينوه على طول البانسة، نرسموها ثم نحكموها بليزيبانغل في البداية وفي النهاية،
وفي الوسط بليزي بانجل باش تساعدنا الطريقه هذه على تعيين لي بانس في ربعه مره واحده. نرسمو دوكا تاع الجانبين، نزيد ونقلبو نرسمو تاع الخلف بكل سهوله. وفي القناه كاين دروس كثيره على تعيين لي بانس بكل بساطه بهذا الشكل. قبل ما تروحوا تخيطوا حكموا لي بانس بالشكل هذا على شكل مثلث، قيمه 1.5 سنتيمتر هنا في الخصر، ترسموا مثلث بالشكل هذا وتحكموا بليزي بانجل. الطريقه هذه تسهل عليكم العمليه من بعد في الخياطه. ديروا لي بانس في ربعه بهذا الشكل كيما هاك. ثاني حاجه نديروها نفصلوا الجزء السفلي، نطويو القماش على ربعه الحافه الحافه كيما راكم تشوفوا فيا. ندير الجهه المفتوحه امامي بهذا الشكل، نعدل القماش مليح، نقص هذا الزايد هذا باش كي نحب نقيس الطول نقيسه قد قد، نعدلو نحط وكاني قيمه الخياطه هكا فوق الجزء العلوي. نعدل الساعة بالمقص، نحط دوك الجزء السفلي على العلوي وكأني خيط. نجي هنا لفتحة الرقبة ابتداء منا ونقيس الطول لكل الشوميزي 82 سنتيم. توصل لنا هنا، نعينو النقطة هذه نوروها 82 سنتيمتر قلت لكم الطول الكلي. نقيس المسافة هذه نلقاها 46-47 سنتيمتر، أنا نعين 50 أحسن بجهة مليحة وكاملة. وحق الخياطة ثاني من فوق، نقص القطعة هذه اللي حنفصل بها الجزء السفلي، نحطها كيما هكا. أول حاجة نديرها نهبط هنا في الخصر قيمة 2 سنتيم، نزيد نجي هنا في الجنب قيمة 2 سنتيم باش ندير الميل اللي كات، نطلع هنا بثلاثة سنتيم باش ندير الميل الكفة من التحت. نقسم هذه المسافة إلى 2 ونرسم التقويسة هذه من التحت، نقصها هي الأولى بهذا الشكل. نرسم الميل تاع الجنب بالشكل هذا ابتداء من 2 سنتيم حتى لنقطة الصفر. أنا ما نرسمش، حنقص مباشرة. نتوما عندكم تقصوا السنتيمتر تاعكم، ارسموا أحسن. نزيد دوكا نرسم التقويسة هذه تاع الخصر 2 سنتيم حتى نقطة الصفر. دائما كيما موالفة نديرها، أنا نحيها من الفوق على الجنب ومن التحت نحيها من الوسط. كملت دوكا، تبقالي دوكا حق الكشكشة 8 ولا 10 سنتيمتر. نفتح الخلف بهذا الشكل، دوكا نفصل الأمام على بعضه، هذا هو الأمام فصلته كيما هكا. الطريقة هذه كملت حق الفصالة بكل سهولة. بنفصلوا أكمام هذا الشميزي، نطوي القماش على 2 بهذا الشكل قيمة 40 سنتيمتر، لأنها دائرة الذراع يعني الزندة 36 سنتيمتر، وأنا دايما نزيد حق الخياطة 4 إلى 6 سنتيم. نزيد نطويها على 4 بهذا الشكل، بنقص المستطيل اللي حنفصل فيه حكا تحصلت عليها وهي على 24. دوكا نعين الطول، الطول 66 سنتيمتر، نديرو حق الخياطة وحسبنا حق هذيك البلاصة اللي تلصق فيها الشنشونة، ونقصو المستطيل هذا اللي حنفصلو فيه الكمين بهذا الشكل، ثم ندوروه أمامي هكا. الجهة المفتوحة دايما نديرها أمامي بالشكل هذا. اول حاجه نفصلوها هي الحرده تاع الكم، نقيسو قيمه 14 سنتيمتر إلى 15. انا حندير 14 سنتيمتر. نرسم الخط المائل هذا حتى راس الكتف، نقسمه الى 4 قطع متساويه، في الجزء الاول ندخل بواحد ونص وفي الجزء الاخير بواحد ونص، ونوصل ما بين النقاط كيما مارف ندير معاكم دائما. ونفصلو ونقصو الاس، هذه هي اول حاجه نديروها، نكرونتيو هنا في الكتف، نزيدو نجيو هنا في منتصف الذراع، نطلعو هنا 2 سنتيم، نرسمو تقويسة هذه حتى الحردة، نزيدو نرسموها حتى لبداية الكم بالشكل هذا. نقصو دركا كيما راكم تشوفو، المونش هذا ولا الكم هذا لازم يتفصل باش يعود عنده نظرة جمالية. نزيدو هنا قيمة 1.5، نقسم المسافة هذه إلى 2، نرسم التقويسة هذه تاع بداية الكم بالشكل هذا. هنا حنديرو نفصلو شريط
ونلصقوا فيه الشنشونه هذه، تجيكم بالشكل هذا في بلاصه بلاستيك نديروا الشنشونه. بعد ما كملت تفصيل الجزء العلوي والسفلي والاكمام بهذا الشكل، بقالي دوكا نفصل الكولكيمينو اللي يجي من تحت للفوق ساير داير. القطعه هذه اللي بقات لي نطويها هكا قيمه 7 سنتيمتر، هي هكا على 2 قيمه 7 سنتيمتر، نزيد نطويها هكا على 4 باش ندير بها عدة قطع نلقمهم في بعضهم. وهي مطوية هكا قيمة هذا السفيفة هذه ولا العرض تاعها 1.3 ولا 3.5 سنتيمتر. نحكمها بليزيبانجل ثم نقص هذا القطع بالمقص باش نفصلهم على بعضهم، ومن بعد كي نفتح نخيطهم مع بعضهم وندير هذاك الشريط الطويل اللي حنخدم به الكولكيمينو. نقص بهذا الشكل، المهم القطعة اللي بقات لي لازم تكفيني ونخدم بها، ما نطيشهاش ونشري قطعة أخرى. نفرق ما بيناتهم هكا بالمقص قبل ما ننحي لي زيبانجل. كي نفتحو نلقاو مع الشكل هذا، نخيطو مع بعضهم بالطريقة هذه هكا، ونخيطو على مستوى فتحة الرقبة يعني من الأمام كامل. هنا نديرو القفل. دركا نجيبو الأكمام بنفصلولهم هذاك الشريط اللي يجي هنا في اليد وندخلو فيه الشنشونة. نطويو القماش القطعة تاع القماش اللي بقات، هذا ما بقى لنا قيمة 5 سنتيمتر، ونقصو. المهم الأطوال ولا أي نوع من القماش قبل ما تخدموه لازم تفصلوه، عفوا لازم تغسلوه وتنشروه وتحدوه باش تفصلوه. الموديل هذا يهز قيمة 1.70 متر. الموديل هذا ثاني يصلح في القماش تاع الجين ولا أي قماش يعجبكم. نجيو هنا في اليد بهذا الشكل ونعينو هذه القيمة اللي حنديرو فيها شنشونة. كملنا دوكا الفصالة حبيباتي، هاي راح نخيطو مع بعضنا. نخيطو لي بانس في 4 كيما حكمناهم بلي زيبانجل بعد ما نكونو سوجينا أمام والخلف كامل، ثم نخيطوهم هنا في الكتف بالطريقة هذه باش نتحصلو على النتيجة هذه. النتيجة الصحيحة هذه بالشكل هذا. دوكا الجزء العلوي كملناه، نجيبو دوكا الأكمام باه نديرو الخدمة اللي فيهم، نخيطوهم ونسرجيهم ونكفوهم بهذا الشكل، تحصلوا على النتيجة هذه الرائعة. نجيو هنا في اليد من الأسفل نقيسو قيمة 14 ولا 15 سنتيمتر، تقدرو حتى أقل من هكا، كل واحد كيف يحب يدير. تحدوهم تعينو الخط هذا بالحديد بهذا الشكل. هنا راح نخيطو، نجيبو الشريط هذاك اللي العرض تاعو 4 سنتيمتر حتى هو نحدوه بالشكل هذا وكأنه بي، ونحطوه باش نخيطوه في البلاصة هذه، والحديد حيسهل لنا عملية التثبيت والخياطة بهذا الشكل. هنا حندخلو المجرى هذاك، شوفوا كيف حددنا، حندخلو هذاك الشنشونة بكل بساطة. نخيطو خياطة منه خياطة من، أنا ذكر نروح نخيط وندخل الشنشونة لداخل. ثم تدخلوه بأي حاجة بالمساك اللي ما عارفين ندخلو به لاستيك هنا كيما هكا. أنا دوك نروح نخيط وندخل الشنشونة ونرجع نوري لكم واش درت. هاو الشكل النهائي تاعكم بعد ما خيطت له هذيك هذا الشريط ودخلت له الشنشونة. تقدروا الشنشونة ديروها أطول من هكا، شوفوا كيف جات ما شاء الله، راني عقدتها. كي ديروها أطول من هكا تقدروا تجي أبهى من هكا، انا درتها شوي قصيره. خيطت الاكمام وجمعت الجزء العلوي في الجهتين. الاكمام خي دائما في جميع الفيديوهات خيطت معكم الاكمام، تخيطوهم عادي جدا. تجيبوا دوكا الجزء السفلي تخيطوه ثاني في الجهتين امام وخلف مع بعضه، تكفوا هنايا الجهه اللي حنخيطوها في الخصر قيمه 2 سنتيمتر، وديروا لها الكشكشه بالمكنه برك، يعني ترخفوا في لوطونسيون وتحلوا في النفذه تاع المكنه وديروا الكشكشة عادي جدا كيما موافا نديرها معكم. تجيو تقسموا الجزء العلوي هنا على 4
الامام على اثنين، يعني كل ربع نديره مع بعضه، الجزء الامامي على اثنين وتحط المنتصف مع المنتصف، الخلفي على اثنين وتحط المنتصف مع المنتصف. قيمة دائما هكا فوق الجزء العلوي قيمة 2 سنتيمتر، يعني قيمة الكفة هذه اللي درناها، احكموها هكا بليزي بانج. نتأكدوا دائما كل ربع في مكانه بالشكل هذا، قبل ما نخيطه لازم دائما نتأكدوا نحكموا بليزي بانج بهذا الشكل، كل ربع مع الربع نتاعو نزعوه بالتساوي ونحكموا بليزي بانج. الأماكن اللي فيهم الخياطة هكا لتحت نفتحهم بتجي لافينيسيون نظيفة، ونحكمو قبل ما نبداو في الخياطة. كما راكم تشوفوا كل ربع حطيته مع بعضه. نبداو دوكا الخياطة بعد ما نكونو ريقلنا المكنة وقلبناها في الريقلاج تاعها العادي. بوان داري دائما ونخيطو فوق الخياطة اللي درناها الأولى الكشكشة، نعاودو عليها بعد. نحكمو دايما حاجة هكا حادة ونوزعو لي بلي، لازم يجيو معدولين منظمين. كيما يجيكم كيما تاع الأسواق، ماشي جهة فيها وجهة ما فيهاش. تخيطو هكا على كامل الخصر. كي نكملو دوكا نخيطو الكول كيمينو كالآتي. بعد ما كملت الخياطة تاع الجزء العلوي والسفلي هكا تكون الشوميزي كملت، بقى لها غير الكول. نجيبو دوكا الشرائط هذوك اللي فصلناهم مع بعضنا اللي العرض تاعهم قيمة 7 سنتيمتر هكا، بعد ما كنا نقرنتهم في بعضهم يعني خيطتهم مع بعضهم البعض وزدت عاودت طويتهم بهذا الشكل وحددتهم، يعني خيطتهم وحددتهم وزدت حكمتهم هنا بالخياطة. دوكا نجي ابتداء من الشوميزي من تحت في الجهة اليمنى حتى الجهة اليسرى كامل على كامل فتحة الرقبة، نخيط بهذه الطريقة. دوكا نروح للمكنة نخيط بكل بساطة هكا، يديروا العباية كيمينو بالشكل هذا، حاجة سهلة خلاص. نبدأ دوكا نخيط نهاية الجهة الأخرى كما راكم تشوفوا هنا، حندير فتحات الأزرار. كي تكملوا تحصلوا على النتيجة هذه، تقصوا غير الزايد هذا وتزيدوا تروحوا ديروا له لاسورجي ولاسورجي للكول كامل، ومن بعد تكفوها. بعد ما تكملوا من الخياطة تاع الحافة هذه ديروا لها خياطة هكا الحافة، ثم كفوها زيدوا ديروا لها فتحات الازرار. اني حاطه الطريقه تاعهم في القناه، دوك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف طريقه صنع فتح زر هنا على كامل هذه السفيفه. المهم حبيباتي وانتم تفرجوا اضغطوا على زر الاعجاب باش القناه تاعكم تبان في محرك البحث، والبارتاج حبيباتي مع الاهل والاصدقاء في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بهكا حتى تدعموني وتساعدوني باش نتقدم للامام ونعطيكم دائما الجديد والمفيد. كيما راكم تشوفوا راني نوريكم كيفاش نخيط هكا الحافه باش نثبتها جيدا ونعطيها لافينيسيون الجيده. نكمل الخياطة على كامل فتحة الرقبة، ما تنساوش لجام حبيباتي والبارتاج. كيما راكم تشوفوا في النتيجة جات بسم الله ما شاء الله هايلة. العقوبة لكم ديروا واحدة شوميزي بكول كيمينو بطريقة سهلة وبسيطة. كيما راكم تشوفوا الكول كيفاه جا الأزرار، شوفوا ثاني هنا الاكمام كيفاش جاو، كيفاش جات الشنشونه باهيه. دوك نزيد نوريكم الشكل تاعها في مولاتها بعد كيفاش لبستها وكيفاش جاتها. شوميزي بارده وخفيفه تصلح حتى تخيطوها في القماش تاع الجين ولا اي قماش خفيف يعجبكم. كيما راكم تشوفوا جات مولاتها ما شاء الله
راح احط، تقدروا تخصروها على هكا، بس حنا عجبتني كيما هكا احسن. شوفوا الاكمام كيفاش جاو. المهم حبيباتي ما تنساوش البارتاج مع الاهل والاصدقاء في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وكثروا لجام حبيباتي باش قناتكم هذه تبان في محرك البحث ويكتشفوها الاخوات المبتدئات اللي مازالوا ما اكتشفوهاش. خليكم على خير، الى اللقاء ان شاء الله في الفيديو المقبل، ومع السلامه.